قد اللي صاوبت، وهذا العصير ديال الفريز واللبن، وهاد الوجبات بجوج بهم كيجيو زوينين. هذه الميرلون المعقوده بالميرلون وبالبطاطا، وهذا العصير ديال الفريز واللبن. ان شاء الله تجربوه وانتم فرحانين بخير وعلى خير بالصحه والهنا ان شاء الله نتمنوا. السلام عليكم مشاهدي الكرام، من قناة غداتي كل يوم كنحييكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. اليوم بغيت نصاوب هاد المعقودة، هاد الميرلون كنت البارح درت الميرلون، دابا بقاو لي هاد ثلاثة د الميرلون تاع لي ميرلون هادو. غادي نقطعهم رقاق بزاف بزاف ونزيدهم مع هاد البطاطا وندير معقودة بالميرلون والبطاطا، كتجي رائعة. المقادير ديالها عندي البطاطا من بعد اللي سلقتها بالملحة، وراكم تشوفوا كي هذا معكتها مزيان، وعندي الميرلون هادو، الميرلون شحال ما كان عندي انا هاد ثلاثة، عندي البزار والملحة، عندي هاد زوج معالق ولا ثلاثة ديال الفورص باش ندير داك العجين اللي غادي نغطس فيه هاد المعقودة من بعد اللي نصاوبها، وعندي الثومه والقزبر، وعندي البيض بيت شحال ما غادي نستهلك وحده ولا زوج ولا هادو هما. وعندي كاس ديال الماء باش الا خص نزيد نخلط هاد الخليط، خصو شويه الماء. هذه هي المقادير اللي عندي، عندي البطاطا طايبه وماكتها هكا، وعندي الميرلون القزبر والثومه البيض البزار والملح والفورس. هذه هي غادي نبدا، غادي نقلع على هاد الميرلون الشوك ونفتتها ونخلطها انا في هاد البطاطا. كنفلتو هكا هاد الميرلون ونشوفو لا فيها شي شوك لا فيها شي. هاني فتتهم كاع، دابا غادي نزيدهم في البطاطا. كنخرب هكا كذا فيهم شي شوكه نقلعها، صح ما صبت حتى شوكه تبشور. دابا غادي نزيدو هاد الميرلون ونزيد هاد القزبر والبنوز القزبر والثومة. درت غير القزبر، شوية ديال الملح ما نكترش لان البطاطا مالحة، والبزار ما كنبغي ندير فيها حتى عطرية، غير البزار باش هاديك الميرلون تبقى لي البنة ديالها، ما ندير لا كامل لا والو غير البزار. ندير واحد الحبة ديال البيض، الحقيقة مغاديش ندير كاع بيضة، غادي نضربها وندير غير بشوية باش متجراليش لأن أنا مخصنيش تكون جارية. ودابا غادي نزيد خصها تجيني شويه شاده راسها ماشي تكون جاريه، لان ما تبقى ملي نديرها في داك الدقيق اللي غادي نديرو غتبقى تهرس لي، خصني ندير غير القياس. عاد هنا راني ربما كثرت البيض،
كتجي زوينه جلديده. ملي يكون غير شويه ديال الحوت من الاحسن نديروا له هكذا باش يتحط باين يجي زوين، نقدر يكون بزاف ويكون قاد مزيان. هذا هو التدبير المنزلي. هذا غادي نخرجوا من واحد المعقوده بنينه وزوينه، نضربوها مزيان نديروا معها شويه ديال الماء. نضربوها مزيان لان ما هكذا، ونديرها في الزيت تكون سخونه. يعني درتها في هذه الفرينه ونديرها في الزيت تكون سخونه. هذا الخليط ديال البيض والفرينه كيجي زوين هكا بالبيض، تجي مزيانه فيها البروتين وتكون مزيانه. عندي واحدة أخرى، ندير المعقودة هكذا، نديرها في وسط هاد الخليط، نديرها هكا، نديرو ما أمكن لنا باش نقصو منها هاد الخليط باش ما تجيناش ثقيلة، نديروها ثقلة. كنستمروا هكذا حتى كي نديروا كاع الخليط ديال هذا المعقوده. ولا بغيتوا ديروها غير في الفرينه ما ديروش كاع هذا الخليط، ديروها ترمضها غير في الفرينه ممكن. نقلي المعقوده نقلبها هكا نردو بالنا باش ما تحقناش. نقلي المعقوده، المعقوده بالمغلو، البطاطا والمرلو، كتجي زوينه. وكت داك الميرلون اللي تكون اللي يكون باقي ما كي ما يضعش، كي يجي هكا في هاد المعقوده كيجي زوين. هو الطبق ديال الميرلون والبطاطا المعقودة اللي درنا، إن شاء الله يعجبكم، جربوه نتوما بخير وعلى خير، فرحانين ما تمناو إن شاء الله. مع هاد المعقودة اللي درت بغيت نوريكم هاد العصير ديال البن والفريز. هذا البن كنديرو مع الفريز، اللي يدير السكر يدير البن والسكر والفريز ويطحنهم في الكاس ديال الميكسر. بسم الله، غادي ندير هاد الفريز ونزيد عليه البن، نزيد غير شوية حتى كيتطحن مزيان عاد وندير بزاف ديال ندير القياس اللي تبغيو. انا غادي ندير غير شويه، ما كثرش الفريز، وغادي ما غاديش نكثر بزاف اللبن، غادي ندير غير شويه ديال عندي هنا اللبن، غادي ندير غير هذا وغادي نطحنو مزيان. وكيجي رائع، ديروا فيه السكر
السكر والفريز واللبن. اللبن كيجي عجيب بهذا العصير ديال الفريز. سبق لي وحطيته في القناه ولكن بغيت نعاودلو باش ينتبهوا للمشاهدين. وهذا الشيء اللي كنعرفوا راني نوريكم، والله يجعلكم تجربوها نتوما بخير وعلى خير، ورمضان مبارك سعيد وان شاء الله مقبول عند الله تعالى سبحانه وتعالى. انا طحنت العصير ديال الفريز واللبن وانا غادي نديرو في الكيس. راكو النهار اللي غادي تجربوا هذا العصير تبقاو ديروه دائما، كيجي زوين وزوين بزاف. هاد الحويجات اللي كنشكرهم لكم راهم كيجيو بصح مزيانين، ماشي كنشكرهم لكم هكاك، راه كيجي زوين بزاف هاد العصير. وهادي هي هادو جوج وصفات اللي درتهم هاد العشيه، بغيت نشارككم باش حتى نتوما تجربوهم ان شاء الله. ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله، بنتمناو بالخير والهنا ومقبول ان شاء الله قبل صيامكم وقيامكم ان شاء الله. هذا هو العصير المعقوده اللي صاوبت، عصير ديال الفريز واللبن والمعقوده بالميرلون والبطاطا. ان شاء الله جربوهم وانتم بخير وعلى خير بالصحه والهنا، وما نتمنى ان شاء الله يا رب العالمين.